السلام عليكم. نترحموا على الشيخ ونترحموا على الفنانين كاع الله يرحمهم. عمر الزاهي زاد في عين الحمام الدشرة تاعو يقولوا لها يغيل بودة، هذا الدشرة تاع عمر. عنده خوه شهيد، كاين ناس ما تعرفش هذا الشيء، خوه شهيد مولا 17 سنة كيمات في الجبل، هذا عمر. عنده زوج خواتاتو، كانت وحده في وهران الله يرحمها توفات، وعنده وحده في سكالة، هادو خواتات عمر. هو كي جا رومفالي جابو جدو في 46 45 46 كي جا رومفالي سكن تماك مع جدو، والمضرب هذاك اللي كان فيه كانوا غير القور. وجدو كانت عنده قهوة كيما كتشاوة، ونفاس كتشاوة راهي مغلوقة، كي نجو طالعين للريبوتا راهي على لاكوش هي مغلوقة. دوك تاعو ولا كان كاريها ربي عالم. المهم جدو كانت عنده قهوة، قرا واحد 10 سنين ولا 12 سنة في المسجد تحت الدار يقولوا له الصومام درك، قرا تماك. ومن بعد مور ما قرا خدم واحد 3 سنين مع لي فيترينير في البور، خدم معاهم واحد 3 سنين ومن بعد حبس. ومن بعد جاتو هاد الموهبه من عند ربي، ما دخل المسيد كما يقول لك الا عطاك ما يمل ولا يبخل، ولا قلع لك ما يكونش الغضب عليه وتكون تهون به. هذا ربي عطاه هاد الموهبه من عند الله، ما دخل المسيد ما قرا، ما كما قال الاخر ما ربي عطاه له ولا ما يهمش. كانت واحد العائله قدام الدار يقولوا لها لا فامي بلمو، لا فامي هادو ما الله يبارك كان ذاك الوقت يعني بخيرهم لاباس عليهم. كانت عندهم قيطاره في الدار، عمر بدا بالقيطاره بدا يتنتن. العرس الاولاني في 63 خدموا في روم فالي. من بعد كي بدا يخدم 64 كي بدا عرف الشيخ قبايلي الله يرحمه، خاطرش عنده شيخو كاين ثلاثه، كاين قبايلي كاين بسطوبجي وكاين الشيخ الحلو، هادو هما اللي كان ياخد عليهم، وكان ياخد امر الدين ولا امر الامور هادو على الصفاقسي الله يرحمه. الصفاقسي مدوزيان كان ياخد عليه يعني حاجه الدين، ولا يروح يشاوره ويروح يسقسيه ويفهمه واش كاين واش ما كاش. وكان واحد العالم ثاني الله يرحمه، عالم كبير يقولوا له الشيخ بوحفص في سيدي رمضان، اول مسجد عنده 12 قرن في سيدي رمضان، كان يطلع معاه نهار. عمر انسان زهدي، انسان سمح في هذه الدنيا، خدم دي شونسونات بدا بالطول عرف كما يقول لك اللي يشاور ما يتوضرش واللي عنده قيد صحيح يلقى الطريق. عمر طاح في ناس ذاك الوقت كما نقولوا حنا يا ناس الله يبارك، الناس اللي كانوا يجمعوا الشمل، الناس اللي كانوا يوروا، الناس اللي كانوا يعلموا، الناس اللي كانوا يربيوا. انا نقولوا ما ذاك الوقت الرجال كي كانوا يقولوا يعني الا عطاك كلمه ولا وعدك يقول لك بيناتنا ربي، دوك يقول لك بيناتنا التليفون. يعني شوف دوك الناس كيفاش كانوا يتعاملوا، كيفاش كانوا يهضروا، كيفاش كانوا يتلاقاو، كيفاش كانوا يعني ما كان تليفون ما كان والو، كانت الكلمه كانت الظنه كانت الرجله. ذاك الوقت ما كانوش دراهم كانوا رجال. وهذا الكلام اللي نقولوه في 48 ولايه، في كل مضرب تلقى الشيخ تلقى الناس شعراء تلقى، وكاين لو كان الانسان يحوس يعيا. الحمد لله بلادنا البلاد تاعنا مرفها برجالها، كثر خير الله. عمر بدا الجوق تاعو كان معاه نور الدين ريماني في الميزان الله يرحمه، عبد القادر بالحاج في البونجو الله يرحمه، هاد الناس فنانين كبار تاني معروفين، خدموا معاه بزاف. من بعد عمي قدور الديوان الاولاني اللي عطاه له عمي قدور بسطوبجي، هو اللي عطاه له الديوان لعمر. من بعد بدا مع الشيخ لحلو قبايلي، كل واحد واش عطاه كل واحد واش كان يعطي له. بدات الموهبه، بدا ربي يعطيه، عرف باللي لازم كيما يقول لك مول الكلام يزيني ما شرحت نرجع للمقصود. عرف باللي لي شونسونات هادو ماشي تاع اللي راح ولا للجد. وعمر كاين ناس بزاف ما تعرفوش، انسان زهدي، انسان كيما نقولوا حنا كيما يقول لي هو انا عرفت الناس كيما يقول في لاله فاطمه، من يمن بهم حق يعلى والباطل يتخلاه. عاد الناس يقولوا لهم اهل التصريف، كاين بزاف الناس اللي ما يفهموش هاد الامور، اللي ما يعرفوش هاد الشيء. كاين ثلاث كلمات واحد الخطره بروفيسور المهدي الله يذكره بالخير، قبل ما راح لفرنسا طلعنا شفناه
قال لي وعمر كيفاش راه؟ قلت له لاباس. قال لي يا ودي واش تقول له كنخلي له الدار؟ بروفيسور المهدي عنده فيلا مع البارك زولوجيك، فيلا الله يبارك على كل حال. قال لي انا نروح قول له يجنى فوق الارض روح نعطيك المفاتح. قلت له انا نبلغ له. حبطت معاه دا حبيبنا الياس فامقلي، طرحت ليه قلت له شيخ وسلم عليك المهدي. قال لي كثر ليك وليه. قلت له ودي نقول لك الا حبيت هاي الدار ارواح مرحبا بك نخليها لك انا نروح. قال لي الدار هاي ليك والجنه هاي ليك بحيث مرنك كفيني. قول الله يجازيك ويجازيه. وفي الواحد في الالف وفي في 2001 كان مرض عمر، مرض بزاف، طاح الحكومه كان في السبيطار تاع باينان. وقفوا معاه ذاك الوقت اللي كانوا حبابه هو ابو علام لافرونس الله يرحمه، عمي عيسى الدخ وليد الدوزيام اللي زقي له با الحاج با يحبه، كان يودي له كان يعني معاه يعني قريب ليه ثاني عمي عيسى. نهار خرج عمر، نهار خرج جاوه ناس قال لي حتى وقفوا عندي بعثهم الرئيس من البريزيدونس باش الناس تعرف. عمر ما كان محقور، ما خاطر سمعنا كلام كي كان حي مشتاق، ما اشتاقش عمر واشتاق وعمره تحوج، وخاطرش الانسان اللي يشتاق. لحقوا واحد الوقت واحد السيد جاء باش يدير تورني في فرنسا 21 يوم. ذاك الوقت كان حابس عمر ما كانش يخدم. قال له يا شيخ انا جيت نشوفك يا ودي واش تقول له كان جينا لباري دير لنا تورني تماتيك وكذا. دار الحاج حميد هذا بيجو تاع حبيبه ثاني كي خوه انسان كبير. قال له واش تقول خويا حميد؟ قال له شوف انت يا شيخ. قال له شحال الليله هذه شحال تسقام؟ ذاك الوقت ما كانش لورو كان الفرن. قال له طن دار فيه. قال له دير لي الحساب. دار له الحساب مليار و800 دراهمنا ذاك الوقت. قال له والسيد يجي معنا؟ قال له هذا حبيبي. قال له ما كاش مشكل شيخ نديروا له بري ويجي معنا ما كان حتى مشكل. قال لهم كاين الوالعين الله يجبرك من جهه اخرى انا ما نقدرش نتحرك. مليار و800 اسمح فيه. مالا نولوا للرئيس، بعث له الرئيس. قال له اسمع بك عيان باش يبعثك داوي في الخارج. عمر قال له يا ودي انا كي كانت الحاله البلاد ماشي مليحه كنت حابس، بدات الخدمه وليت نخدم، كان عندي دين، كملت الدين اليوم الحمد لله وماشي تاع الخارج راني عيان. واليوم بديت نتحسن الله يكثر خيرك وخيره، قولوا له الله يكثر خيرك وخيركم. جا رايح دار ليه السيد قالوا شيخو قضيه لانتريت. قالوا له يتعب انسان ما ياخذ الا ما عطاه. كما يقول هو استقنع بالقليل ياتيك الله بكثير. راحوا سمعنا ولا ليه السيد قال له راه يسلم عليك الرئيس وهو يقول لك لا تخدم سلطان صلا ولا تجلس حواله. قال لي دبدبني عاود رد لي الصرف. دار الرئيس قال لي انسان دواق. قال لي باش تعرف؟ قال لي دواق وقال لي تلمسان. ثم اللي بدا يقول لي قال لي فيها شعراء كبار، فيها علماء كبار، فيها اهل الله فيها. ولا غير مرات تشوفوها يا ناس كيفاش يبدا يهضر على فنانين تاعنا الله يرحمهم متاع الخليفي احمد. شوفوا مرات هكذا يبدا يدمدم كذا تبقى مدهوش. على عبد الحميد عبابسه يقول لي يا ودي هادو فنانين وعطاو لهاد البلاد وكانوا من قبل في وقت الثوره كانوا يلحقوا الميساج. على واسمو الفرقاني قال لي في المالوف قال لي انا يعني انسان هذا ما لا اله الا الله محمد رسول الله. علاش قلت لكم باش نقولوا للناس عمر ما كانش مغبون، عمر كان بخيره، عمر كان برزقه، كان برجاله، كان مرفه في عقله، مرفه في قلبه، مرفه في مكتبه، كان ملوكي. كنا نخرجوا هكذا على برا ولا هكذا يقول كاين نروحوا الدوني نتعشى، تحب يقاب حق خلص ما يحبش هو اللي يخلص. واحد الخطره جات واحد المراه باش طهر وليدها توفى راجلها كانت تخدم مسكينه فام دي ميناج. قالت له الشيخ حبيت نختن الولد عندي نصيب. قال لها وين تسكني وين؟ قالت له قالت لك انا نصدم ليه صدمت ليه الجنينه. هضرت معاه قال لها ما كان حتى مشكل. ليله العرس نهار من قبل بعث لها كبش وراح خدم بطل. شوف هذا الانسان كانوا يخدموا معاه فنانين كبار وطرجيه ولا نهار عياو حبسوا ما قدروش. ما لعمر نهار يخدم الليله يبعث لهم دراهمهم لديارهم وهما ماشي معاه واحد بواحد. ذاك نهار واحد قال لي ودي خدم بزاف ودراهمه وين راهم؟ قلت له دوك نقول لك وين راحوا دراهم عمر. قلت له دراهم عمر كيموت يحكم البراوات يدير الداخل شحال ما كاش اللي يعرف لمل ما كاش اللي يعرف. يخرج يروح يوصل الامانات لديار الناس ويولي.
ما قال لي يعرف بشحال وكيجي يجي فرحان. قل لك الحمد لله كتر خير ربي. يقول لك الخير عندنا سوء إلا تسليف، هذه يقولها بزاف. ويقول لك نهار جاه الهاشمي الله يرحمه سقساني قال لي ودي على قداش وقاته، قلت له يا شيخ هو بين 11 الظهور ولا يخرج مور المغرب. الهاشمي الله يرحمه قال لي نطلع مور المغرب خير ليه، طلع ليه. قال له يا شيخ هاي كلفتنا الوزيرة، هاي كرمتنا كتر خيرها، عطاتنا 50 مليون تفكراتك باش تكرمك. قال له يا ودي الله يكتر خيرك وخيرها. قال له انا واش درت باش تعطيني 50 مليون ما خدمتش. قال له يا شيخ انت انسان محبوب والناس تحبك. قال له يا شيخ ما يستهلش السوق غير بنا العدلان، شكون انا في الناس؟ قال له ما انا والو في هذه الدنيا هذه. قال له قولها تديهم لدار شيخوخه تصدقهم تما ولا، وان شاء الله ربي يبارك لها. قال له قول له الله يكتر خيرها ويكتر خيركم. لحقوا وين يعني وقات الناس وين يجوه يعني بدراهم كبار، هو ما يحبش هذه العقليه. انسان ناض بسيط، انسان ناض متواضع. وباش نتفاهموا يا ناس، باش هذا الوقت نلقى واحد كما هو، كما قال الحاج محمد في كلامه الله يرحمه، سقساوه قالوا له شيخ ولا كاين كيما انت؟ قال لهم دوك واش تحبوا نقول لكم، ربما عر يكون، ربما خير يكون، كيما انا ما يكونش هكذا كيما عمر الله يرحمه. باش نلقى واحد كيما عمر هذا الوقت، انسان زهدي، والانسان اللي ترك الدنيا هذه تلق الدنيا هذه، ما حوس على الماده، ما حوس على، قال لك نحوس على الله. خاطرش كما يقول هو مولي الكلام ما باعوهش، هاد الناس ما باعوهش الكلام هذا، قالوه يعني كما يقول لك اهل الله. وهاد الناس حنا نذكرهم في التحيه، السلام عليك ولا عبادك الصالحين. هاد الناس خلاو كل هاد الشعراء، هاد اهل الله، هاد العلماء، هو كان يعني متاثر بهم بزاف، يحب اهل الله لواحد الدرجه اللي ما عندهاش حد. وكاين يعني لو كان نتوما الله يبارك، راني نشوف الله رئيس الله مع امراه والله، وتقصدوا احبابه تعمروا كتابات والشرق وغرب. كاين واحد السيد يجيه من الجيجل، وهذا السيد زوالي يشد عليه عمر، يجيب له زيت الزيتون ولاس من الجيجل اللي يجيه ناس عنابه. كاين ناس داك نهار سمعت واحد سيد قال لك دار على الجزائر، لا عمر خدم عرس في عنابه عنده واحد 35 سنه، هذاك هو الاول هذاك هو الاخر. التسجيلات تاعو اللي خدمهم خدم عند الزروق، كانوا مباصات الزروق عنده استديو في البيار، بعث له سجلوا ست كاسيطات الله اعلم. كي كمل قال له شيخ كيفاش على الجوق؟ ذاك الوقت الجوق يديروا 300,000 ولا 400,000. قال له اعطيهم كاع 1.5 مليون لواحد. قال له اعطيهم فوق حقهم. عاود طلعوا عمي مبروك يخدم القانون ومعروف يخدم معاه كان بالقانون، عاود طلعوا ادى دراهم شحال ربي يعلم فاهم معاه. قال لي عمي مبروك كي لحقت زاد جبت 900,000 اعطاها لي. قال له زيد هادي مبروك. قال له يا ودي يا شيخ بزاف. قال له ما تحوش تفهم. وكاينه حاجه الا خدم الطهاره يعرفك ما يعرفكش، الا جا الولد يتصور معاه واش كتب ربي 1,500,000 اللي كان يجبدها يعطيها له. دوك هذا ما كانش زوالي وما كانش مشتاق. احنا نقولوا الزوالي هنا المرفه، والزوالي هنا هو هنا كان مرفه، كان مرفه في كل باب وطريق. خاطرش الناس اللي ما قربوهش مليح يقول لك انا عمرش نفع، ماشي نفش عليك يا اخي. هذا الانسان من اللي ينوض الناس تجيه ويردي صغير وكبير، واخويا عمر واحد، عمي عمر واحد، دير لي واحد فعل لي الاخراني يخلص. الله غالب يعيا ما يقدرش يا ناس، هذا قلب هذا عقل هذا يحيى الله غالب. انا نقول له ما ديروش عليه، هذا انسان فنان تاع الجزائريين كاع، وكان يحب الجزائر وكان يحب الفنانين، يحب الشرق، يحب كاع الفنانين تاع الجزائر. انا قلت لكم هو يذكرهم، يذكر مثل الخليفه احمد الله يرحمه. وكاينه والي ما خدمها في القبه عمر منا والحاج رابح درياس الله يذكره بالخير منا، خدموهم في زوج، خدموهم هو ورابح. قال لك واحد الليله اللي ما عندهاش حد. والناس اللي كانوا قراب ليه الثاني اللي قبلنا احنا، انا عرفتهم بون بديت نقعد مع عمر من 78، جلست معاه قعدنا معاه. كان ثاني هذا مصطفى بوزكزي، كاين الحاج خليل ثاني انسان الله يبارك مبيرو ما كان يجي يديه، وانسان ثاني هاد الناس يعني مشايخ. علاش كون تحوسوا يجوه من كل مضرب، عنده ناس في كل مضرب. عمر ما هو لا تاع ثلث عباد ولا تاع اربع عباد،
تسمعنا بعض الناس كل واحد باش يهضر، لا لا اخي هو ما يحبش هذه العقليه في حياته، ما يحكمش يحب هذه العقليه، يخدم الصغير يخدم الكبير، يحترم الصغير يحترم الكبير، انسان لي لا اله الا الله محمد رسول الله. منين جا هذا السيد ما على بالناش كيفاش هذه العقليه، وبقى يعني الشهره اللي عنده كما عمر الزاهي والشعبيه اللي عنده، وبقى كما قال السيد قبيل يقعد في كاجو متواضع، يجوه مسؤولين يقولوا ريح كما نريح انا. واحد الخطرة قعد ما قال له شيخ عندك تراب امسح، قال له مرجوعنا ليه، مرجوعنا للتراب. دوك الانسان الى بقى عطاه ربي لازم يعرف هذاك الشيء اللي عطاه له ربي. عمر كلخ للدنيا ما كلختلوش، ما كلختلوش الدنيا عمر، خاطرش الانسان اللي كان بخيره جاتو الدوله الله يكثر خيرهم قصدوه وجاوه سمعوا به فنان يعني محبوب، جاوا ليه قالوا له يا شيخ ها واش كاين حبينا، قال لهم الله يكثر خيركم. جاتوا الوزيره الله يكثر خيرك، والخطره هذه يكثر خيرهم ثاني المديريه تاع الامن تاع لا دي جي اسان، حق جراو به داوه الديكليت لا اله الا الله، الناس دارت واجبها. كان معه ثاني الحاج يوسف كاوي جرى معاه وجراوا معاه، حنا قلنا وكان يقعد عند حوشين او هنا وليدو دوك يزيد يهضر عليه ثاني كما قال لك. قلت لهم قبيله الناس ما تقولش قهوه حوشين، تقول قهوه عمر الزاهي. علاش؟ خاطرش كان عندهم لاقي روحو خلاص، ما كاش مضرب عمر اللي يدخل ليه ويقول له انسان ولا يرفزو، ولا انسان متواضع. ابقى حنا نقول الله يرحمه والله يرحم كاع الفنانين، كما قال لك انسان الشيء اللي خلى وكاين سرار كاين ما نقدروش نخلي كما قال اخو الجماعه يزيدوا هنا يهضروا. والله يعطيهم الصحه اللي تفكروه، الله يكثر خيركم وربي يجازيكم، وان شاء الله يا خويا كل واحد ديروا له، باسكو عندنا ثاني يا ناس فنانين هم مغبونين كما مثال ابو جمال الله يشفيه ويلطف به، هذا فنان. عبد المجيد مسكوت كان يهضر لي عليه عمر، كان يقول لي والله يا الخير اللي فيه والتواضع اللي فيه ربي عالم. عمي مصطفى برور ثاني يوم ريد، كاين ناس نتاع المسرح كاين ناس. انا لحقت من قلت لهم الفنانين يا ناس تقدروا ديروا مضرب يا خويا، اتفهموا وتلاقوا ورموا واش كتب ربي، كل ما تخدموا ورموا واش كتب ربي وعاونوا هاد الناس. نصر الدين تاني راهو مسكين تاني لاطونسيون جان، نصر الدين شاولي الله يلطف به تاني والله يشفيه. كاين في النكان بنا، علاش قلت لكم تروحوا للشرق تروحوا للغرب، هادو فنانين تاعنا وهادو جزائريين، لازم اليد في اليد نتعاونوا، وكل واحد واش يقدر يدير بالشي اللي كتب ربي. يا لو كان ب5000 ساهمت حاجه بحاجه حتى نديروا واش كتب ربي ونعاونوا هاد الناس. والسلام عليكم وربي يعاونكم. سامحوني نسيت حاجه ما قلتهاش، كاين واحد العجوزه اللي كانت تقوم به الله يذكرها بالخير ملي كان صغير، يا حمودي هاد العجوزه لا فامي حمودي بها بولادها، سيد علي هو اللي كان يديه هو اللي كان يجيب به طيبه، هي ماكلته وناس يعني امراه بسيطه متوسطه. قبيله قلت لها الخط، قلت لها هو انسان قبل ما كان عمر اللي كان تقوم به، ماشي خاطش كان شي ناس كيصيبوك دائما يوليك هي لا نحن نقولوا لا الله يكثر خيرها. هذه زيدوها الحاجه هذه حمودي هي معروفه اللي يسحق نشوف مع وليدها سيد علي، يزيد يعطيكم سرار تاع الدار كيفاش عايش عمر كيفاش معاهم خاطرش كي ولادو. وهي لحقت غادتها واحد الكلمه كان يقولها لها عمر بزاف، وهي ما كانش سن بينها وبينه كيما يزكي لها يعني ولادها اي يزكي لها اي يعيط لها اي كيما الدراري يعيط لها هذه اللي قتلتها هذه اللي قالت لك يعني حسيت شغل واحد هي ما كانش فرق في السن بصح يزكي لها اي كيما يزكي لها الدراري ياكل من يدها يشرب من عندها حوايجو هي شيو هي امورو هي كانت تقوم به باش تعرفوا هاد الحاجه هذه. الله يطول ربي في عمرها والله يجازيها ربي دنيا بخير. هي لا فامي هادو حمودي هم معروفين في الدار ناس عائله كبيره. والسلام عليكم.